يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إننا في أمس الحاجة اليوم أن نتحدث حديثاً غاية في الصراحة، حديث له أهمية كبرى وتكتسي الحاجة إليه لما تمر به البلاد من أوضاع يعرفها القاسي والداني ويعرفها العدو قبل الصديق، حديث هو ثمرة للإيمان الصادق الواعي عندما يقول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإن طريق الإصلاح، إصلاح ذات البين، هو طريق لنيل رحمة الله على عباده، هذه الرحمة التي يرفع بها الضنك والتعب والهم والضيق الذي تسلل وجثم على قلوب الناس. إصلاح ذات البين هي مصدر للطمأنينة والأمان والاستقرار، هي مصدر للمحبة والألفة بين الناس، لأن التنازع والتحارب والتشرذم والتشظي لا يعود بخير على أحد، أفراد وجماعات. إن فساد ذات البين مهلكة للفرد وللأسرة وللشعوب والأمم، بل إنه سبب عظيم لسفك الدماء والاعتداء على ما حرم الله. ولذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى ونحن تبع لأمره وإرشاده وهداه، وإذا ابتغينا غير هداه فلنتحمل نتائج اختياراتنا، وكلما ابتعدنا نرى الحال التي يرفع بها رحمات الله، عندما قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا، هذا التنازع وكل واحد منا يشتد ويشد رأيه ويتعصب له ويتصلب في مكانه، هذا سببه ونتيجته. ولا تنازعوا فتفشلوا،
الوهن والضعف والتفكك وذهاب الريح وذهاب القوة. فإذا ذهبت القوة والاتحاد تسلل العدو، تسلل ليغذي الشحناء ويغذي فساد ذات البين بين الأمة الواحدة. فبالخصومات والضغائن والمشاحنات تنتهك الحرمات، ويعم الشر القريب والبعيد، ولا ارتياح في مكان. تجثم على أهله فساد ذات البين. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين، سماها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الزبير بن العوام قال: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عباد الله، حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من فساد ذات البين حين قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. وأمرنا ربنا باتباع هداه، باتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق نفوسنا وأهوائنا وأعرافنا وتقاليدنا وما ورثناه من جاهلية ترسم لنا خط حياتنا اليوم. انظر للذين يسعون لإفساد المجتمع وإثارة النعرات والعصبيات واستدعاء الاحتراب والقتال قديما وحديثا. هؤلاء الذين يسيطرون على الإعلام بالجيوش الإلكترونية والأسماء الوهمية، وأولئك المأجورون الذين يظهرون هنا وهناك لإفساد ذات البين وإذكاء نار العداوة بين الناس. وربنا سبحانه يقول ومحذرا إن أي كلام أنت مسؤول عنه لا خير في كثير من نجواهم، من حديثهم، من كلامهم، من منشوراتهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ألا إن أخطر أسلحة يستخدمها الشيطان للفتك بأي مجتمع سلاحه الفتاك هو إيغار الصدور، فينفصل المجتمع بعدما كان متحدا، ويتنافر بعدما كان متفقا، ويتعادى بعدما كانت الأخوة والصداقة هي ميسم حياته. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويفرق بين الأخ وأخيه، ويفرق بين الجار وجاره، ويفرق بين اللحمة الواحدة فتتمزق ويصير المجتمع مزقا. ألا التعقل التعقل، ألا الهداية الهداية، فلندرء التنازع والشقاق، ونجنح إلى إصلاح ذات البين، ونطوي صفحة الآلام التي عشناها مع بعضنا في بلد واحد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمة أي جماعة تنبري لإصلاح المجتمع وتتحمل قالة السوء فيهم، لأن هناك من إذا دعا إلى إصلاح اتهم بالخيانة، واتهم أنه يشتغل مع أجندة هنا وهناك. فليتحمل هؤلاء الرواد ليصلحوا ويعيدوا لحمة الأمة الواحدة والشعب الواحد. ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير، وأي خير أعظم من إصلاح ذات البين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب قريشا يقول لها ويدعوها إلى
هدوء وسكينة والبحث عن قاعدة من المشتركات لننحاز إلى الحياة. قال: ويح قريش أكلتها الحرب والذي نفسي بيده. لا تدعوني قريش إلى خطة، إلى ميثاق، اتفاق، هدنة، موادعة، سميها ما شئت. لا تدعوني قريش إلى خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم لها. فكيف بين المسلم وأخيه؟ وحينما قال سبحانه: والصلح خير، الصلح الذي ينسم على القلوب ويبردها ويطفئ ثورة الضغينة فيها، ينسم عليها تلك القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف، نسمة من الندى والإيناس والرغبة في إرجاع الصلات التي كانت موجودة. قال الإمام الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين في المجتمع، في الأسر، في الجيران، في القبائل أيضا. يعود الناس من الضعف إلى القوة، ومن الخلل إلى التماسك، ويقوى روابط المجتمع، ولا يسمح لعدو أن يتسلل من خلال هذه الإحن والأحقاد الموروثة. تتآلف القلوب وتجتمع الكلمة وينبذ الخلاف ويرسم الطريق لبناء المستقبل للأجيال القادمة. وحق ما يسعى فيه المؤمن اليوم وواجب الوقت: لا بنيات الطريق، لا تشتغلوا بمسائل تلهينا عن المقصد الأعظم والمقدس في اجتماع الكلمة. هؤلاء الذين يثيرون المسائل هنا وهناك والخلافات، هذه كلها ترهات لا نلتفت إليها أمام مجتمع كل يوم يتهاوى وتدب إليه الضغائن والأحقاد، والعدو يستغلها لتغذيتها ولتفتيته. أعظم ما يقوم به العبد من كان له وجاهة أو مال أو منصب هو إصلاح ذات البين وتضييق الهوة بين الإخوة حتى الذين تحاربوا. انظر إلى يوسف عليه السلام، ماذا فعل له إخوانه؟ لقد رموه في البئر بغية الموت قتلا، ثم من البئر إلى خسف الرق، إلى قيد السجن، إلى التهمة، وهو البريء المطهر. إخوته من أبيه وأبوهم نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف من أمام يوسف؟ نحن من نحن حتى نشمخر بأنوفنا ونتكبر على أن نتصالح ونعيد المياه إلى مجاريها؟ من نحن أمام يوسف النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ عندما تمكن أخذ ينظر للمستقبل ولا ينظر إلى الأرشيف القديم والثارات والانتقام. هذا كله لا يصنع حياة ولا يؤمن مستقبلا لجيل القادم لا دخل له في هذه النزاعات وستموت مع الوقت، فلماذا نورثها؟ هم رأوا أنهم أخطأوا مع أخيهم، ماذا قالوا؟ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. هذه كلمة تداس بها كل أنف متكبر رعديد متغطرس يعيش بجاهليته. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كيف بني المستقبل؟ كيف فتحت أشرعت أبواب الحياة إلا بهذه الكلمة التاريخية؟ وما من أمة بنت مستقبلها إلا سارت على هذا المنهج وهذه الطريق. الحق كاملا سيكون يوم القيامة. أما في الدنيا علينا أن نتقن كيف نصلحها. انظر إلى أبي بكر وهو الذي اتهم في عرضه في عائشة، اتهم من أقاربه
يا من قطعتم الأواصر والروابط على مواقف سياسية، يا من تحاربتم الإخوة والبيت الواحد وانقطعت الروابط، لا يتصل أحد بأحد ولا وصال ولا، وإنما الكراهية والبغضاء. انظر إلى أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه اتهم في عز ما يتهم فيه الإنسان وهو الشرف، وأنتم تعرفون الشرف عند العرب، في ابنته، من مصطح ابن أثاثة، وهو ابن بنت خالته، وكان ينفق عليه ويحسن إليه ويجمع له في التبرعات ويدير له في الخير، وبعدين لقي هذا الخير بالسوء وخاض في من خاض في قريبته. وأبو بكر كان ينفق عليه في الجاهلية وفي الإسلام، فلما برأ الله عائشة قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح وهو الذي قال ما قال. غضب، تألم، لكن المنهج لا يقول لك أن تسير وراء ألمك وغضبك. ماذا يريد ربك؟ ما هي القيمة العظيمة؟ ينزل القرآن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هل قال أبو بكر لا والله في نفسي شيء، لا والله دار لي، لا والله زمان، ولا؟ ويبدأ الشيطان يفوت عليك فرصة تاريخية تنال بها رضا الله. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي ولأزيدن له في النفقة. الله أكبر، هذا هو التدين وهذا هو الدين. الدين ليس مجموعة من الأحقاد والإحن واستدعاء نصوص غريبة وشواذ من الفتاوى لتتلبس بهذه النفسية البغيضة المريضة التي تحتاج إلى علاج نفسي. خلاص، فلنطوي صفحة الماضي ولنبدأ بالمستقبل. والعفو عند الله عظيم وأجره كبير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم، قال أنس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر رضي الله عنه ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربهما، بين يدي رب العزة يحاسبهما. قال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل للطالب كيف تصنع بأخيك؟ الطالب الذي يريد أن يقتص له من مظلمته، قال له الله كيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء؟ قال يا رب فليحمل من أوزاري. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب ارفع بصرك وانظر إلى الأفق. فرفع رأسه فإذا هو ينظر ببصره يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ فقال الله له هذا لمن أعطى الثمن. قال يا رب ومن يملك ذاك؟ قال أنت تملكه. قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه. قال يا رب قد عفوت عنه. قال الله عز وجل خذ بيد أخيك فأدخله الجنة.
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أقول ذلك لما نراه من أفق مسدود في موضوع المصالحة، وهذا يهدد مع طول الزمن بتصلب العداوة وبتوريث الأحقاد، ويرثها جيل بعد جيل. ألا إن الجيل الذي عاش هذه المحنة يجب عليه أن يرمم ما تشوه في جسد الأمة، وأن يزيل هذه الأحقاد ولا يورثها، فهو من عاش المشكلة عليه أن يعيش حلها. ولتطوى ولننظر إلى المستقبل، أبناؤنا وأجيالنا الذين لا دخل لهم بمثل ما حصل بيننا، فكل من انقطع عن أقاربه عن أهله في شرق البلاد وغربها وجنوبها وشمالها وداخلها وخارجها فليتواصل وليعفو وليصفح، ولا داعي لكشف الحساب، فعند الله الحساب. وانظر إلى آثار ذلك على نفسك وعلى من حولك وعلى حياتك وعلى قلبك المعنى المجهود المكروب، حينما ترضي مولاك وأنت الذي لا تستطيع ولا علم لك كم ستمضي في هذه الحياة، كم بقي لك في الدنيا، ساعات، أيام، سنين، فكيف تحرم نفسك من هذا المقام العظيم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمر علينا الذكرى الأولى لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام المنصرم، هذه الذكرى التي زلزلت الأرض كلها وغيرت المفاهيم ووسعت دائرة الوعي، وانكشفت الأمة أمام أعدائها، وانكشف الحكام أمام شعوبهم، ولا زالت الطريق طويلة، فهذا التغيير لن يحدث بين عشية أو ضحاها، إنما يأخذ زمنا بقدر ما ترجع الأمة إلى رشدها وإلى ربها يعجل الله لها بالنصر والفتح المبين. لو عادوا في الصباح لانتصروا في المساء، ولو عادوا اليوم لانتصروا غدا، هذه معادلة. أما وإن كان الحدث لم يستوعبه الأمة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن نستذكر هذه الذكرى لنتعلم منها الدروس والعبر، وإن يد القدر والرقابة القدرية لتسلسل الأحداث مؤذنة بزوال دولة إسرائيل عاجلا
غير عاجل، والأيام بيننا، والأحداث الكبرى هي أطول من أعمارنا، والتضحيات التي تقدم لا ينظر إليها بحجم الهدف الكبير من تحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومن نزع وانتشال هذا السرطان الذي زرع في جسم الأمة، ينخر فيها ليل نهار ويحارب عقيدتها وهويتها واقتصادها وأخلاقها، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذيل الأمم. ألا إن نصر إخواننا واجب علينا، لا ينقطع أبداً. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إنما المؤمنون إخوة. ونشدد على حرمة التطبيع أنها جريمة عظيمة، ولا نلتفت إلى علماء السلاطين الذين يدورون مع المشروع الأمريكي مع عين سلطانهم لا عين شريعة ربهم، ويخرجون لنا بالفتاوى من هنا وهناك ليبرروا ويخطئوا ما قامت به المقاومة التي قلبت الطاولة على رؤوسهم. المقاطعة، جددوا مقاطعتكم لبضائع العدو، لا تشتري شيئا تكون أنت قد اشتريت رصاصة للعدو فدمر بها مسجد أو قتلت بها نفس مؤمنة وأنت تشرب ذاك المشروب وتأكل ذاك الأكل. ألا تبا وسحقا لبطون تريد أن تجاهد في سبيل الله؟ وافتحوا لنا الحدود، ولا تستطيع أن تترك شهوة طعام من أجل إخوانهم. ولا نتوقف عن الدعم المالي والمحاضرات وإحياء قضية الأقصى للجيل الذي ديس وغطي عليه قضية المسجد الأقصى. ولا ننسى أن نترحم على الشهداء، وأن ندعو للجرحى، وندعو في صلاتنا في كل صلاة لإخواننا بالنصر والتمكين. اليوم كل شيء قد ظهر بجلاء، من هو العدو ومن هو الصديق، من هم المنافقون الذين يحمون هذه الدولة اللقيطة الغريبة. الحكام، هؤلاء دول الطوخ، هم الذين منعوا هذه الدولة من السقوط، هذه ربيبة إسرائيل، ربيبة أمريكا. فعلينا أن نكون على درجة عالية من الوعي وتحمل المسؤولية، والقادم طوفان أكبر وأحداث ضخمة، وهناك تغيير في سنن الله في المجتمعات وفي الحياة، ولتعلمن نبأه بعد حين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. سدد اللهم رميهم، واجمع كلمتهم، وداوي جرحاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بمن تحالف مع يهود وأعان يهود على إخواننا في فلسطين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما،
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.